عدة أيام مرت على اندلاع المظاهرات، وخريف السودان يزداد التهابا. في الجمعة الأولى لها تجاوزت المظاهرات العاصمة المثلثة واتسع نطاقها لمدن أخرى، فقد خرجت مظاهرات ضخمة في أغلب أنحاء الخرطوم، ومنها أحياء بري وشارع الستين وامتداد شارع ناصر. وأفاد شهود عيان بإطلاق نار على المتظاهرين، وشهدت أم درمان أكبر المسيرات عدداً وجابت أحياء وشوارع المدينة الرئيسة. موقف الحكومة بقي على حاله بالإصرار على خطتها في رفع الدعم عن المحروقات وفي التعامل الأمني مع المتظاهرين. هذه قرارات تم اتخاذها وتم الموافقة عليها حتى من بعض القوى السياسية التي ظهر صوتها الآن معارض التي تحتج على هذا القرار، ظلت منذ فترة طويلة تسكت على هذا القرار، لكنها الآن عندما رأت هذه الاحتياجات التي كانت متوقعة، هذه الاحتياجات لم تكن أيضا مستبعدة من قبل الحكومة ولا حتى مستبعدة من كل القوى السياسية الأخرى. منظمات حقوقية اتهمت السلطات بتعمد إطلاق النار على المتظاهرين، وقالت إن أكثر من 50 قتيلاً سقطوا برصاص الأمن منذ اندلاع المظاهرات الاثنين الماضي. مصادر طبية وأمنية سودانية أقرت بسقوط نحو 30 قتيلاً. ومع التصدي العنيف للمظاهرات، لجأت السلطات السودانية لفرض تعتيم إعلامي على الأحداث، وصادرت عدداً من الصحف اليومية، بينما احتجبت صحف أخرى احتجاجاً على تغطية الأحداث. ومع ما يشهده الشارع من حراك، تفاقمت أزمة الوقود وتكدست السيارات على محطات التزود بالوقود لتزيد الأزمة اشتعالاً. أحزاب المعارضة والتي غابت عن صدارة المشهد تجاوبت مع مطالب الشارع، ودعا حزب الأمة أعضاءه للمشاركة في التظاهرات، كما دعا الشعب السوداني إلى تكثيف الاحتجاجات.